خوف وقلق من انقطاع الإنترنت بشكل مفاجئ، انقطاع الاتصال عن العالم والعودة إلى نقطة البداية، أخبار زائفة حول اقتراب نهاية العالم، شائعات تسيطر عن منشورات السوشيال ميديا، وفيديوهات تحليلية تعمق الفكرة. هل سينقطع الاتصال؟ السؤال الأكثر بحثاً على جوجل بعد نشر وكالة ناسا لمقالها الذي وصفه البعض بالمخيف، تكشف فيه أن العالم سيواجه مشكلة انقطاع الإنترنت خلال العقد المقبل، والسبب مشكل يصيب الشبكات بفعل الرياح الشمسية التي تصيب كوكب الأرض، ما يؤدي إلى تعطيل الاتصال اللاسلكي والأقمار الصناعية وكذا الشبكات الكهربائية.